انطلاقة المباراة من عند تشيلسي. يحصل على المساندة في هذه اللحظات في منطقة جزاء. يستعيد الكرة سيزار أزبيليكويتا. فيل فودن، ثورغن هازارد، تيمو فيرنر. كرة القدم تعتبر هي الرياضة الأكثر ممارسة في أنحاء العالم، ويقدر الفيفا عدد اللاعبين المحترفين الممارسين لكرة القدم بحوالي 250 مليون لاعب. يا الله على هذا الرقم، رقم كبير يدل على شعبية وبساطة هذه اللعبة. فرصة هدف في هذه اللحظات، مذهل حارس المرمى في هذا التصدي. فرصة للتسجيل، يفتتحون النتيجة، يشعلون اللقاء، 1-0 يا رب. فيل فودن، تيمو فيرنر، ريال مدريد يستعيد الكرة. الحكم يحتسب خطأ على اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالإنذار الشفوي. كانتي، بينية مرفوعة، الفرصة كانت خطيرة، كان ممكن يسجل فيها، لكن اللمسة الأخيرة. نتكلم عن اللمسة، شوف فرصة متاحة للتسجيل. الله على هذه الكرة، وضعها في الشباك. إذن النتيجة الآن 1-1. حكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. حلوة البينية العالية، كرة هدف الآن. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. فيل فودن، كرة بالخطأ، الحكم يقر 4 دقائق كوقت بدل ضايع. خطأ على تشيلسي في هذه اللقطة. النتيجة 1-1 مع نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. الجناح لجاريث بيل. فيل فودن، عدة تمريرات جيدة. الكرة الآن مع الفريق الخصم. كرة تعود إلى ريال مدريد. فيل فودن، الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. تشيلسي يجري تأخيرا في هذه اللحظات. فيل فودن، كريستيان بوليسيتش، ضغط متقدم، استخلاص الكرة. جاريث بيل، المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير. الحكم يطلق صافرته معلناً عن خطأ في مكان خطير جداً. تصدي، الله الله الله، العارضة تحول الكرة إلى الشباك. هدف في منتهى الروعة. تيمو فيرنر، شوف استحواذهم على الكرة،
فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة، يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. نلعب الان في الدقائق الثمانية الاخيرة من عمر المباراة، كرة هدف في هذه اللحظات، تدخل والكرة بتروح، تدخل بشكل سليم. شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. ثورغن هازارد، كانتي، فيل فودن، فرصة خطيرة هنا، فيل فودن والكرة في الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين في نهاية المباراة، والمستضيف يكسر الياقة.